لا يخفى على أحد من المسلمين في ديار الأرض كلها وخاصة في مصر خاصة في هذه الأونة ومن بعد الثورة تحديدا بالنسبة للأمر المتعلق بالمد الشيعي الذي أصبحنا نعيشه الآن حتى في بلدنا الحبيب بلد أهل السنة وفي بلاد المسلمين عامة. هذا المد الشيعي الذي لا يخفى على أحد له خطر عظيم على ديار المسلمين وعلى ديار أهل السنة والجماعة. للأسف أيها الإخوة كثير من الناس يظن أن التقارب ما بين أهل السنة وما بين الشيعة أمر هين وأننا نضخم الأمر ونعطيه حجما أكبر من حجمه، ولا الصورة كانت هكذا، بل الأمر خطير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.